السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخواتي إخواني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. وصفتنا لليوم هي وصفة لي شوسو أو لي سوفلي. إذا اليوم راح ندير لكم عجينة تاع لي سوفلي، عجينة حقيقة رائعة رائعة تستحق فعلا التجربة، وأني متأكدة يعني إذا جربتوها ما راح تستغنوا عليها لأنها فعلا رائعة رائعة. تحسبوا راكم تاكلوا في الكاطو، يعني ماشي في عجين، خفيفة بزاف وتتقطع بالخف هكا في الفم، يعني كي تقسموها تنقسم بالخف وطرية وهشة، رائعة رائعة يعني فعلا تستحق التجربة. وأنا متأكدة إذا درتوها ما راحش تستغناو عليها يعني كعجينة لي شوسون أو لي سوفلي تاعكم. إذا بسم الله نبداو في طريقة تحضير هاد لي سوفلي. إذا هنا في البول تاع البيتخا تاعنا، كما قادرين طبعا تخدموا بيديكم ماشي مشروط البيتخا. اذا نديرو 380 غرام فرينه، هاد الفرينه تكونوا طبعا صفيتوها من قبل يعني تفوتوها في المصفات. 380 غرام فرينه، نضيفوا لها 7 غرامات تاع خميره الخبز، خماره الخبز، وصفار حبه بيض، يعني حبه بيض ندو فقط منها الصفار. ونصف فنجان كما كنتو تشوفوا فنجان غير صغير، نديرو نصفه زيت، نضيفو علبة ياغورت ناتور أو علبة زبادي طبيعي، نضيفو العلبة يعني بالكامل. إذا كانت عندكم نصف علبة تاني قادرين ديرو فقط نصف، سوا ديرو نصف سوا ديرو العلبة كاملة. وملعقة سكر، اذا نضيفوا لها نصف ملعقه تاع ملح، وشويه تاع حرور. حرور راح يعطي بنه للعجينه تاعكم ايضا. اذا نخلطوا هادو كل مع بعض ونبداو نضيفوا في الماء تاعنا. الماء كما راكم تشوفوا انا استعملت نصف كاس ماء، ونضيفوه للعجينه. وكذا اذا كنتوا يعني تخلطوا بيديكم، اذا تقعدوا هكذا تضيفوا في الماء حتى تلم لكم العجينه تاعكم. كما قلت لكم ماشي مشروط البيتخا، قادرين تعجنوها فقط بيديكم. اذا تقعدوا تضيفوا في الماء يعني حتى تلموا العجينه تاعكم وتحبسوا. هنايا درت نصف كاس ماء، وانتم يعني على حسب الفرينه اللي استعملتوها طبعا، اذا كانت تشرب ولا ما تشربش. ليسونسيال كي ديروا الفرينه لازم العجينه ما تكونش قاصحه، تكون كما راكم تشوفوا او تتلصق بزاف. اذا خلاص نخلوها تتعب، بعد ما تتعجن شويه في البيتخا نقلعوها من البول، نديرو شويه فرينه في لي بلون دو طرافاي تاعنا ونحطوها فوقها. اذا كما راكم تشوفوا العجينه راهي تتلصق بزاف بزاف بزاف. اذا وهي العجينه كل ما تكون تلصق كل ما تكون خفيفه ورائعه من بعد من الطيب. اذا هكذا نديرو شويه فرينه في يدينا باش ما نغبنوش، ونلموها شويه فقط، يعني فقط هنايا رانا ديجا عجناها في البيتخا. اذا نلموها غير شويه ونكونوا كره العجينه تاعنا. راح تحسوها في يديكم خفيفه وطريه، يعني فريمون تري مانيير، ما تنغبنوش يعني كاع في هاد العجينه، تحسوها يعني حقيقه خفيفه من في خدمتها، يعني هنايا وراح تحسوها كطريه ما بين يديكم. عجينه فريمون رائعه رائعه بزاف. اذا هكذا بعد لما نلمو الكره تاعنا نديرو شويه زيت في ان ريسيبيون ولا في هكا في سلادي صغير ونحطوها فيه. شوفوا كيفاش تدخلوا فيها صبعكم، يدخل حتى لداخل لانه فريمون خفيفه. اذا هكذا نحطوا العجينه تاعنا في هذا الغيسيبيون ونخلوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها، نغطوها طبعا ونخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها. اذا هكذا بعد ما خمرت لنا العجينه نقلعوها من السلاديين، نديرو دائما شويه فرينه فوق سطح العمل ونحطوها فيه. بما اننا درنا الزيت شويه في الغيسيبيون راح تتهود لكم بالخف، ما تكونش لاصقه.
زيتي عاونها يعني هكذا غايه باش تهود بالخف ما تلصقلكمش في الحواشي. اذا هكذا غير شويه تاع فرينه نقعدوا فقط هكا نعجن الشغل نديغازوها شويه، ما يحتاجش نعاودوا نعجنوها بزاف، فقط نديغازوها وصاي. اذا هكذا ونحلوها بالحلال. اذا نحلو العجينه تاعنا مليح مليح مليح، هكذا لازم تكون رقيقه. اذا باش نقطعوها انا سوا تقطعوها كيما هكذا بهذا الشكل الدائري، سوا بهذه تاع لي شوسون تاع لي سوفلي اللي تنباع يعني جاهزه، ديروا فيها يعني وتقطعوا الشوسون تاعكم. انا هذه ما نستعملهاش بزاف، ما نبغيش نخدم بها بزاف. سوا ديروا غرفيه الا ما كانش عندكم كيما هكذا ديروا غرفيه، ويعني ليسونسييل يعني تقطعوها بشكل دائري. اذا هكذا نديروا الدوائر تاعنا في العجينه. وهنا للحشو انا استعملت الجبن، جبن طري مع الطوم، طوماط، تونه وشويه تاع معدنوس. اذا خلطوا هادو ثلاثه مع بعض، ديروا اي جبن يكون بنين يكون فوندو مع ربعه تاع علب تاع تونه وشويه معدنوس. وثاني غادي نزيد نحشيهم بشويه تاع بيض، هنا بيض مغلي ومربي مبشور. والحشو طبعا يبقى اختياري، اي حاجه تبغوها طبعا ديروها، طبعا نتوما احرار في الحشو. اذا هكذا نقلعوا الزياده هذوك تاع الدوائر ونحطوهم على جهه، من بعد يعني كي نكملوا هذه الدوائر ثاني نعاودوا نحلوهم ونديروا دوائر اخرى. نحطوهم على جهه هكذا ونبداو نعمروا في الدوائر تاعنا بالحشو. اذا نديروا شويه تاع ما في الحواشي تاع الدائره، الماء يساعدكم بزاف بزاف باش ما تتحللكمش السوفلي تاعكم من الطيب ويخرج الحشو منها وتغبنكم يعني من بعد كي طيب الحشو. يعني حقيقه يلصق غايه غايه ومليح للمبتدئات اللي خافوا العجينه يعني تتحللهم، يديروا الماء في الحواشي. اذا ونحطوا الحشو تاعنا في الوسط، حطوا شويه تاع حشو هذاك اللي درناه بالطوم، وزد حطيت فوقه شويه تاع بيض مغلي ومرابي. طبعا الحشو يبقى اختياري، قادرين ديروا الفيون داشي الكفته او الجاج او اي حاجه تبغوها. اذا هكذا بعد ما نحطوا الحشو في الوسط نبلعوا السوفلي تاعنا هكذا بهذه الطريقه، ونضغطوا بصبعنا في الحواشي باش نلصقوا الجهتين مع بعض. اذا هكذا نبلعوهم مليح في الحواشي. نزيد نعمر دائره واحده اخرى نوريكم مره اخرى طريقه حشو السوفلي. اذا هكذا شويه ما في الحواشي، قادرين ديروهم كما هكا بتي بينسو ولا جوست هكا بيديكم يعني بصبعكم ديروا في الماء وتفوتوا على الحواشي. هيا تحطوا شويه حشو في الوسط، حشو التونة وشوية فوقه بيض مغلي ومبشور، وتبلعوا السوفلي تاعكم.
اذا بهذه الطريقه نكملوا كل الكرات تاعنا، نديروا لهم كاع كيما هكذا حتى نكملوا كاع العجين تاعنا. اذا هكذا بعد ما نكملوا لي سوفلي تاعنا، بعد ما نبلعوهم كاع، انا هنا خليت زوج صفار بيض وطليتهم الفوق في لي سوفلي تاعنا. درت فقط الصفار، ما درتلاش الحليب. قادرين نزيدوا لها الحليب كما قادرين نديروا قشده طريه، لكن انا بغيت ندير فقط الصفار لان الصفار وحده يعطي يعني لون بلي فونسي، يعني اللون يكون حامق اكثر تاع هذاك الدوغي اللي من جي من الفوق يكون حامق بزاف كي ديروا فقط الصفار وحده. ونديروا شويه من الفوق جرجلان ولا سانوج او حبه سوداء او اي حاجه تكون عندكم حبه طيبه، ديروها هكا، دردروها من الفوق. انا درت الجرجلان وندخلوها للفرن، يكون سخناها من قبل على 180 درجه، خلوها تطيب على راحتها. كي تشوفوها طابت خدت لون شباب ونخرجوها من الفرن. الطياب تحتاج ما بين 25 إلى 30 دقيقة طبعا على حساب الفرن تاعكم. اذا وهذا هو شكلها بعد ما خرجت من الفرن، ها كما تشوفوا راهي طابت غايه. وفوالا، هادو هما لي شوسون تاعنا ولي سوفلي. شوفوا كيفاش طريين، يعني حقيقه خفاف 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 بزاف بزاف بزاف. دخلوا فيهم صبوعكم هكذا يدخل، روعه روعه. وكما راكم تشوفوا ينتفخوا، وفقط هذا فقط يعني هواء من الداخل. هما راهم حقيقه خاويين وخفاف وطريين وهشه هشه، العجينه رائعه وما دقت حاجه بنين. وكل الكاطو تحسب راكم تاكلوا فيه كاطو، يعني ماشي فيه عجين. جربوها اخواتي وردوا لي الخبر. اذا هذه هي وصفتنا لليوم، وصفه لي شوسون او لي سوفلي. ان شاء الله تكون عجبتكم. نبقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.